باريس، 7 جانفي 2015، 11:30 صباحا. مسلحين ملثمين يقتحمان مقر جريدة شارلي إبدو الفرنسية، فاتحين النار على صحفيها قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة سيتروين، مخلفين بذلك مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين. لحظات من بعدها الأمن الفرنسي يجد سيارة سيتروين في أحد الأحياء الباريسية ويرفع حالة التأهب القصوى. الخميس، 8 جانفي 2015، الإعلان عن مقتل شرطية على يد مسلحين مجهولين في باريس، وطبعا يتم ربط الحادثة بهجمات شارلي إبدو. في اليوم نفسه الشرطة الفرنسية تحدد منفذي الهجمات على أنهما الأخوان شريف وسعيد كواشي، وتبدأ في عملية بحث واسعة انتهت بحصر مكانهما في منطقة ريمس شمال شرق باريس. الجمعة، 9 جانفي، 10 صباحا، قوات الأمن الفرنسية تحدد مكان الأخوين كواشي وتدفع بالقوات المختلفة للقضاء عليهما. في حدود 1 ظهرا أعلن عن احتجاز مسلح لعدد من الرهائن في متجر يهودي شرقي باريس. وحدات خاصة تطوق المكان، وبعدها بساعة الأمن ينشر صورتي المشتبه بهما على أنهما رجل وامرأة مرتبطين بالأخوين كواشي. في اليوم نفسه مساء يتم القضاء على شريف وسعيد في أحد المطابع في دمرتان، وبعدها بوقت وجيز يقتحم المتجر اليهودي من طرف القوات الخاصة التي قتلت المسلحة كوليبالي وحررت الرهائن. إلى هنا يبدو السيناريو مثاليا والعالم كله متأثر، لكن هناك بعض النقاط أثارت فضولي ولم أرد إلا أن أتقاسمها معكم لعلكم توافقونني الرأي. أولا، كيف علم الأخوان كواشي أن يوم الأربعاء 11 تماما هو موعد اجتماع كل محرري جريدة شارلي إبدو؟ ثانيا، كيف للرسامة الملقبة بكوكو أن تتواجد في نفس المكان ونفس الوقت مع الأخوان كواشي، علما بأنها هي من أعطتهم الشفرة لفتح باب مقر الجريدة؟ ثالثا، سيارة المشتبهين التي ظهرت في الفيديو هي سيارة سيتخوين سيتخوا فيتامين، وهي متميزة عن سيارة سيتخوا العادية بالمرايا الجانبية البيضاء، فكيف تغير لون المرايا عندما وجدت السيارة من طرف الشرطة؟ أم أنها ليست نفس السيارة؟ رابعا، كيف يعقل أن يتصل كل من كواشي وكوليبالي بقناة بيافان تي في ويتحدثا إليها على المباشر، ساردين إليها كل التفاصيل وهما ما زالا ملاحقين من طرف فرنسا بأكملها؟ et que j'étais envoyé moi Chérif Kouachi par Al-Qaïda du Yémen. Que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo. Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. خامسا، كيف يعقل أن يخلو شارع في باريس من المارة في منتصف النهار؟ سادسا، من هو الشخص الذي يصور من النافذة وكأنه يصور في لقطة سينمائية بدون خوف ولا توتر من بداية الهجوم إلى آخره؟ سابعا، قبل صعود الأخوان كواشي إلى السيارة أخذ في الصياح: لقد انتقمنا للرسول، لقد قضينا على شارلي إبدو. وهنا يأتي السؤال: لما يريد أن يصيح في شارع خال من المارة؟ أم أنهما كان يعلمان بأن أحدا يصورهما؟ ثامنا، الهجوم بدأ في 11:50 بعد 3 دقائق جريدة فامينوت كانت على علم بالحادث، وبعد 20 دقيقة قناة إيتيلي كانت في موقع الحدث، بينما قوات الأمن وصلت إلا بعد 40 دقيقة. تاسعا، كيف يعقل أن يصل فرانسوا هولاند إلى مكان الحادث بعد 55 دقيقة فقط ويسير في الشارع بدون قلق وخوف ولا تخوف من وجود سيارات مفخخة أو هجمات مرتقبة؟ أخيرا، الشرطة أعلنت أنها تعرفت على الإخوة كواشي عن طريق بطاقة تعريف نسيها في السيارة. وهنا نتساءل: كيف لإرهابي لم ينس حذاءه وهو يلم بالهروب أن ينسى بطاقته في السيارة، في حين أن أي سارق هاو لا يصل به الغباء إلى نسيان دليل إدانته؟
هذه هي بعض النقاط التي أردت مشاركتها معكم، وأقول لفرنسا: الإسلام بريء من الإرهاب، فلا داعي لتلفيق التهم له. لسنا أغبياء لهذه الدرجة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.